لليوم الواحد بعد المئة يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا. استشهد خلال ال 24 ساعة الماضية عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 33 مواطنا من بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال لعشرات المنازل في مدينة غزة. كما شهدت عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع قصفا مدفعيا مكثفا. من جانبه وصف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الأوضاع في قطاع غزة بالكارثية بسبب البرد الشديد وظروف النزوح.